بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم بالحلقة الثالثة، وهو برنامج مع الدكتور الأخصائي استشارة الطب النفسي الدكتور محمد بهجات، واللي حنستعرض فيه الطرق المثلى إن شاء الله لتربية الأبناء بناء على أسس علمية إن شاء الله صحيحة بتساعدكم لتربية النشء بشكل إن شاء الله أن يكونوا كوادر منتجة في المستقبل، ويكونوا أيضا في ميزان حسناتكم صدقات جارية. أهلا وسهلا دكتور، اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله، تفضل. نعم الحمد لله، شكرا كثير مرة ثانية الله يخليك، لجهودك في هذه تحضير إعداد الحلقات الله يخليك. وصبرك معنا على كل اللي عم بيصير بالخلفيات، يعني لحتى نوصل إن شاء الله على ستاندرد تكون الناس تتقبلها بشكل ان حسن. شاء الله ربنا يجازيك خير. نحن الحلقة اليوم عن شو رح نحكي؟ شو العنوان الحلقة اليوم؟ احنا الحلقتين اللي فاتوا اتكلمنا على يعني كيفية البداية، واتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن هرم التعامل مع الأبناء، واتكلمنا عن ازاي نتكلم مع أولادنا وازاي نسمع لهم وازاي نلعب معاهم. النهاردة هنتكلم في حاجة أساسية من ضمن الحاجات اللي هي المفترض ان احنا بنقضي معظم وقتنا 70% من الوقت، نعم وهو مدح الأولاد والثناء عليهم. نعم انا اقول لهم كلام حلو كده يبسطهم، مرتبط بفعل معين يعملوه، ازاي اقول كلام يخلي الولد او البنت يبقى فرحان باللي عمله ويستمر ويزوده. جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا رب. قبل ما نبدأ بالحلقة وعن المدح كما ذكرت، خلينا نشوف بس نستعرض بعض الأسئلة من الحلقات السابقة. اخترنا مجموعة من الأسئلة، وهي واحدة منهم عم بقول إنه أنا بلشت ألعب وأحكي مع أطفالي ولاحظت إنه في تحسن بالتصرف، بس ما عم بيستمر التحسن هذا، يعني كأنه في سبايك بالتحسن ونرجع مثل ما كنا. فشو رأيك أنت، كيف نحن ممكن نتعامل، هل الأهالي ممكن يتعاملوا مع الموضوع هذا؟ طيب، هو ده وضع يكاد يكون بيحصل مع معظم الأسر، خاصة لو الأب والأم ما كانوش متعودين يلعبوا مع أولادهم. يعني لو ما كناش بنلعب معاهم زمان بشكل هم بيحبوه، أو بنتكلم معاهم أو بنسمع لهم بشكل هم بيستمتعوا بيه، هتلاقيهم في الأول الولاد مبسوطين خالص إن إحنا بدأنا نعمل كده، وتلاقي تحسن في بعض سلوكياتهم. لكن التحسن ده بيرجع بعد شوية، السلوكيات اللي احنا شايفينها صعبة او خاطئة او عايزة تتغير بترجع تاني، وده طبيعي لان هو الولد او البنت شوية محتاجين اثبات ان احنا ايه، مش بنضحك عليهم، مش بنلعب معاهم مرة عشان يتحسنوا وبعد كده خلاص يقولك ما انا عارف ان هو ايه، هي مرة ولا اتنين وبعد كده هيرجع للوضع الطبيعي بتاع زمان. فهم احيانا بيحتاجوا ان احنا نستمر في ممارسة الحاجات دي اللي هي اللعب والكلام والاستماع لفترة، الولاد يحسوا ان هو ده، يطمنوا ان هو ده بقى الطبيعي بتاعنا. فده بيخلي شوية بشوية السلوكيات ترجع، بدل ما كانت بتحصل كل فترة قريبة تبدأ تحصل كل فترة بعيدة، وبعد كده تحصل بكم اقل، وبعد كده ان شاء الله تختفي في المستقبل. فده وضع طبيعي، كل اللي محتاجين نعمله معاه ان احنا نكمل في اللعب والانبساط معاهم والكلام والاستماع ليهم. كأنه عم نقول انه بسبب التاريخ المهبب بدهم وقت لحتى يحسوا بالامان، صحيح، والاحساس هذا بالامان يتولد عن الاستمرارية في المنهج الجديد. الاهالي ينتبهوا انه هني بسبب انه هالتصرف الجديد هيدا بحاجة لكونسيستنسي، بحاجة لهالثبات بالضبط، في الاداء الجيد او الجديد، لحتى الاولاد يكونوا خلص يتعودوا انه هذا في نظام جديد. هلا صرنا ما في داعي نخاف انه اشياء رح ترجع مثل ما كان، ونحن نرجع نحاول ناخذ الاتنشن مثل ما حضرتك ذكرت، بالضبط، سواء بالحلال بالحرام، بدنا المهم بدنا ناخذ مظبوط، جزاك الله خير. طيب جميل، سؤال مهم هيدا. يعني في بعض الامهات بالفعل يعني هن عندهم مثلا بس اولاد، او عندهم اولاد وبنات وما بتعرف تلعب مع الاولاد بالطريقه اللي الاب بيلعب معهم فيها. فورد سؤال انه هل ممكن انف، هل يكفي انه الاب عم يلعب مثلا مع الذكور وانا بلعب مع الاناث مثلا، او اذا لازم العب كيف فين العب معهم؟ يعني مانا مرتاحه بهاللعب بطريقه اللعبها. مهم جدا الاب والام هما الاثنين يلعبوا، لان احنا قلنا في اول حلقه مهم ان الولاد يوصل لهم دايما فكره ان الاب والام فريق واحد، وان مش بس الاب هو بتاع اللعب والام بتاع المذاكره او العكس، ما ينفعش، احنا عايزين الاثنين. والحاجه الثانيه اللي قلناها في اول حلقه ان هم عشان الولاد يتغيروا محتاجين احنا الاول نتغير. فدي حاجه تصعب على البعض منا، قصه الايه، ان انا اقدر العب وادخل في مود اللعب وكده محتاج مجهود، وده ما فيهوش مشكلة، محتاجين نتغير لأن ده في المقابل هيغير الولاد. أحيانا بيبقى اللعب على الأم صعب في لعب معينة، لكن
تقدر تتعلم لعبة هم بيلعبوها، تقدر تلعب معاهم كاردز مثلا الكوتشينة أو حاجة زي كده، تقدر تلعب معاهم على الفيديو جيمز، حتى لو تقول لهم أنا مش بعرف ألعب اللعبة دي تعالوا علموني، نفسي أبقى كويسة فيهم. إحنا محتاجين ننطلق يعني، محتاجين يعني آباء كتيرة قالوا أنا كنت ما بلعبش مع الولاد لأني مش عارف اللعبة اللي بيلعبوها على الإكس بوكس أو البلاي ستيشن، كنت بروح للولد بدأت أروح له أقول له طب ما تعلمني ألعب إزاي، بس إيه بالراحة عليا عشان لسه مش عارف. أو الولد كان يعني مبسوط جدا إن هو بيعلم أبوه أو بيعلم أمه. فدي حاجات محتاجين ان احنا نبدأ نمارسها، ده بيدي الاطفال سعادة غير عادية، احساسهم ان هم بيدوا كمان للاب والام. ما شاء الله تبارك الله. طب في سؤال بتقول بنتي الكبيرة، وحتى قد يكون يعني ابن كبير، يعني عم بتقول لما عم بلعب انا مع اخواتها واخواته الصغار عم بقولوا اللعب هذا سخيف، سيلي جيم، يعني شو عم تعملوا، شو هاللعب هذا، وما بدهم يلعبوا معنا، يعني شو رأيك، شو لازم نتصرف الوضع هذا؟ والله واحنا محتاجين ناخد بالنا من احتياجات الولاد، فهو زي ما قلنا الاحتياجات بتختلف من سن لسن. بعض الاولاد الكبار بتبقى دي طريقة تعبيرهم، ان انت يعني البعض بيقول لك ان انت بتلعب معاهم بالشكل ده بس انت ما لعبتش معايا وانا في سنهم، فده نوع من الاعتراض على ان انا ما خدتش حقي وانا في السن ده. الاعتراض التاني ان هو دي رسالة بيبين لك بيها ان مش هي دي الطريقة اللي انا هلعب بيها، يعني انت عايزني العب عشان العبهم هم، فين نصيبي انا في الموضوع؟ فده رسالة معناها دور على الطريقة اللي هتبسطني، اللعب اللي هلعب اللي هيبسطني او الكلام اللي هيبسطني واعمله. فده ممكن يخلينا محتاجين نفكر اكتر شوية، طب هو الكبير ده محتاج طريقة مختلفة، يمكن محتاج طريقة. لو ولد كبير يمكن عايزني اروح العب معاه كورة بره، لو او العب معاه على بلاي ستيشن، او محتاج ان هو ياخد دور كبير شوية فاخده ونقعد انا وهو بره قاعدة ما فيهاش نصايح وما فيهاش دروس ولا عظات، بس قاعدين نتكلم زي ما قلنا في مواضيع هو حابب يتكلم فيها، اللي هي قد تكون البيزنس والفلوس ولعبة الكورة او البنات بتتكلم على الموضة الجديدة، حاجات كتيرة هم مهتمين. فدي احيانا في السن الكبير اللي هو اكتر من 15 او 16 سنة بتكون هي دي طريقة اللعب اللي هم عايزينها، ان هو بالطريقة اللي تناسبهم عشان اللعب مع الولاد الصغيرين بشكل هم شايفين ان ده يعني مش هو ده اللي هيلبي احتياجاتهم. نعم. واحيانا كتير اسر بتقول ان هو لما بدا يخرج مع الولد وبدا يتكلم معاه بره في مواضيعه الولد الكبير، لقيت ان هو بدا بعد كده واحنا قاعدين نلعب مع الصغيرين يقول لك انا عايز اجي العب معاكوا بقى، يعني خلينا العب، فتلاقيه بدا ينطلق هو كمان. بس الاول انت اثبتت له ان احتياجه اللي هو محتاجه انت فهمته وبدات تلبيه. جميل، الله يبارك فيك. عم تقول خلينا نشوف الولد ونشوف احتياجه ونلبيه لحتى نرجع كمان ضمن الجروب، يعني بشكل او باخر. يعني انا اللي عم بفهم منك انه نحن بدنا نكون set boundaries consistent وفير بين الأطفال بحيث نعطي لكل واحد اهتمامه ونلبي احتياجه هو أو هي، فنعطي لكل واحد الحل اللي بيناسبه، بس كمان نحاول نكون عادلين في القسمة بينهم، فهيك صار كل واحد له وقته، وكمان عم نحاول نجيبهم بالآخر ل common area، يعني لأنه جروب فيه كلتنا هنعمل جروب بس كل واحد كمان له مساحته الشخصية اللي حياخدها نصيبه مني كأب أو أم يعني. بالضبط. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. نعود إلى موضوع الحلقة اليوم وهو praising أو المدح. تمام. أنت حضرتك عرفته بشكل بسيط بالبداية، فممكن بس لو سمحت هلا elaborate إنه تشرح لنا إياه بشكل مفصل شوية أكثر، يعني ما هو المدح اللي ممكن نستخدمه مع الأطفال يعني؟ دي أحد وسائل التربية اللي الأبحاث لقيت إن النتيجة بتاعتها بتبقى رائعة، يعني بتجيب نتيجة في يعني في عدة مناطق هنتكلم فيها في سلوكيات الاطفال وفي ثقتهم بنفسهم، حاجات كتيره قوي. لكن هي حاجه تتميز بان هي ايه، ان انت اذا الطفل عمل حاجه معينه انك تثني عليه، انك تقول له كلمه حلوه تفرحه باللي هو عمله، تدي له احساس انك مبسوط من اللي هو عمله. حاجات من نوعيه ايه، جميل ما شاء الله عليك، ممتاز، برافو عليك، انا مبسوط منك خالص. الكلام ده محتاجين ان احنا يعني ندرب نفسنا عليه. انا اعتقد من معايشتي لينا كعرب ومعايشتي للانجليز مثلا، الانجليز شطار قوي في الموضوع ده، يعني تلاقي الابن مثلا ما عملش اي حاجه، يعني هو مثلا شرب شويه ميه وخد الكوبايه حطها في مكانها، يقعد يقول له برافو عليك انك خدت الكوبايه وحطيتها في مكان. احنا بالنسبه لنا احنا ماشي، ما ده الطبيعي، يعني عايز نشكرك على ايه، ما هو المفروض، امال انا هشيلها لك وانا الخدام بتاعك، يعني ما انت تشيلها انت. هم متعلمين الحته دي قوي واحنا محتاجين نتعلمها كمان. كل حاجة، كل سلوك بيعمله الطفل كويس محتاجين ان احنا نقول له تعليق على اللي عمله بشكل يبين له ان هو عمل حاجة كويسة ويبقى مبسوط ان هو يسمع من الكلام ده. فده معنى المدح والثناء.
يعني اللي انت عم تقوله انه هو حتى لو عمل شيء يعني هو واجب عليه، يعني مثلا انه ينظف عنده، يساعد اخوه، ينتبه عن نظافته الشخصيه، ترتيبه الشخصي، مساحته الشخصيه، يعني نحن بنعتبره هذا واجب. يعني انت صحيح. اديتها واجبك، برافو، اوكي، يعني شو بدك ميداليه مثلا؟ بس اللي انت عم تقول لا، يعني بدنا، يجب ان نلحظ هذا بكلام ايجابي ومدح، هذا اللي عم تقوله. بالظبط بالظبط، ده بيخلي الطفل اولا يعني حاسس ان هو عمل حاجه كويسه فيعملها تاني. يعني انت لو فكرت فيها، لو انت بتعمل حاجه بتجيب لك مكسب اكيد هتعملها تاني، خاصه لو الحاجه بسيطه. ولازم نفتكر برضه ان هي مش دايما المدح بيبقى على الحاجات الحلوه اللي هو عملها، ممكن امدحه على حاجه وحشه هو ما عملهاش. بمعنى لو عندي طفل مثلا كان متعود ان هو لما اقول رأي ما يعجبوش مثلا يروح سايبني وطالع مثلا، وقعدت اعلمه كتير ان لما اتكلم مش عارف، فاجي في مره الاقيه ان انا بكلمه وشه قلب بس ما طلعش، رغم ان وشه قلب، ما اقعدش بقول له بص وشك عامل ازاي، لا انا بقول له بص انا في عز ما انا بدي محاضره في السلوكيات، لا برجع لورا كده واقول له على فكره انا مبسوط منك جدا دلوقتي انك رغم ان انا بقول كلام مش عاجبك ما سبتنيش ومشيت، وده كنت بتعمله زمان وبطلت تعمله. ده بيخليه ياخد باله، لان هو ممكن يكون عملها وهو مش واخد باله، فده بيخليه ياخد باله ويعملها تاني بعد كده، بل وان هو يعمل احسن من كده بعد كده. ذكرت انا بالله عز وجل ولله المثل الاعلى، ولئن شكرتم لازيدنكم، يعني كان الطفل عم بيقول اذا شكرتني سازيدك. نعم، سلوك حسن. فالله يبارك فيك، جزاك الله خير. طبعا حضرتك انت عرجت على لماذا نحن بنعملها، لانه مثل ما قلنا لئن شكرتم لازيدنكم ولله المثل الاعلى، بس ممكن تتوسع بهالنقطه هيدي اكثر لو سمحت، لماذا المديح، شو فايدته وشو ممكن يغير، اذا بتتوسع بالامر هيدا لو سمحت. مدح الطفل والثناء عليه بالكلام يعني اتعمل عليه ابحاث، فجابوا اطفال وبداوا يشوفوا الاطفال اللي هم لما ابدا امدح فيهم على افعال كويسه بيعملوها، ده بيفرق معاهم في ايه؟ ليه؟ ان هو بيفرق في ثلاث حاجات اساسيه. اولا قبل ما نتكلم على الثلاث حاجات، هو طريقه سهله ورخيصه. انت هنتكلم بعد كده في حلقه تانية عن موضوع انك تجيب للابن هديه، الابن الهديه دي بتكلف فلوس. لا احنا بنتكلم في المدح، ده حاجه ببلاش، انت مجرد انك بتقول كلام مش بتدفع عليه فلوس، فدي طريقة سهلة ومتاحة، مش محتاج تاخده توديه لحد يعمل له حاجة، لا ده انت في الموقف نفسه هتقولها على طول. طيب ايه الثلاث حاجات الاساسية اللي لقيوا ان المدح بيزود منها؟ اولا ثقة الطفل بنفسه، لقيوا الاولاد اللي بيتمدحوا كتير من الاب والام عندهم ثقة في نفسهم، لما يقف يتكلم معاك في موضوع تلاقيه بيتكلم كده وهو ايه يعني مش خايف، مش ملجلج، مش، وده بيفرق معاه في كل حاجة في حياته، بيفرق في أدائه في المدرسة، بيفرق لما يكبر يروح يقدم على وظيفة، بيفرق في قدرته على إن هو يأثر في المجتمع لما يكبر، لأن هو إنسان واثق من نفسه، يعرف يتكلم، يعرف يطرح وجهة نظره، يعرف يناقش، كل ده حاجة أساسية في شخصية الطفل لما بيكبر. فلاقي إن في علاقة بين إنك تمدح الطفل كتير وقدرته على إن هو يبقى عنده ثقة في نفسه لما بيكبر. الحاجة التانية، المدح دايما بيجيب تأثير على طول. يعني إيه على طول؟ يعني بتشوف دايما النتيجة. بمعنى واحد بيضرب اخوه او بيكلم اخوه بصوت عالي، فقلت له ما ينفعش يا حبيبي تتكلم مع اخوك بالصوت ده، وطي صوتك وانت بتتكلم مع اخوك. فنيجي بعديها بنص ساعه فهم قاعدين يلعبوا، فهو اللي حصل ايه؟ محتاجين ان احنا نبقى اذكياء شويه، ان انا لقيت الولد بيتكلم مع اخوه بيتكلم عادي زي ما بيتكلم معاه احيانا كتير عادي، فانا اقول له ايه؟ انا مبسوط منك قوي، بص انت بتتكلم معاه ازاي وصوتك واطي؟ فيجي هو يلقط ده، فيحصل ايه؟ يحصل ان هو يجي موقف بعديها كان المفروض هيعلي صوته، بس افتكر الرساله اللي انت لسه موصلها، ان انت اتبسطت منه ان هو معلش صوته، فيبدا صوته يوطى. فقصدي ان هي دايما بتعمل ايه؟ بتحفز الطفل ان هو يتغير على طول، مش حاجه محتاجه وقت طويل. دي حاجه، يبقى قلنا الثقه بالنفس، قلنا التاثير بتاعها على طول. تالت حاجه، لقيوا المدح ده فيه نوع من العدوى. عارف لما يقول لك ان لو واحد بيضحك الناس اللي حواليه تتعدي وتبدا تضحك، فلقيوا ان المدح في البيت بيسبب ان الطفل بيتعلم السلوك ده، بيتعلم ان هو يمدح. فلقيوا ان الاولاد اللي بيتمدحوا كتير في البيوت بيطلعوا بره البيت يبداوا يمدحوا الناس، فلقيوا ولد متعود في البيت ان هو يتمدح، برافو عليك انك عملت كده، انا مبسوط منك، فيجي مع اصحابه يلاقوه ان هو بينقل السلوك ده، فتلاقي حد من اصحابه عمل حاجه فيقول له على فكره انت عملت حاجه كويسه قوي، فيبدا يمدح الصاحب ده. كونه بقى يمدح بينتج عنه حاجتين، اولا ان هو علاقاته باصحابه بتتحسن، اولاد كتير بيحبوا يتصاحبوا عليه لانه كلامه حلو، والحاجه الثالثه ان الولاد بيتعلموا منه فيبداوا يمدحوه، فالولد بقى بياخد المدح كمان في المدرسه او بره البيت، علمته له في البيت قدر يوصله هو بره ويرجع له كمان، فكل ده بيشتغل مع بعض.
ذكرت نقطة عجبتني، أنت عم تقول إنه الشكر للطفل هو نوع من الهدية ولكنها لا تكلف شيئا، فذكرتني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، فهو أنت بهالهدية ها أنت عم توطد أواصر المحبة مع طفلك. الله يبارك فيك، وعلى مثل ما قلنا كمان يعني علما هي على واجب، ولكن شكرت فلشكرت لأزيدنكم كمان، ما شاء الله تبارك الله. ذكرت كمان نقطة جميلة، إنه لما بكون طفل خاصة من البداية هو they mimic، يعني هن بيقلدوا الآباء، فهو حسب شو بتحط فيه بهالوعاء هيدا، فإذا حطيت كلام سفيه حيطلع برا ويردده، صحيح. شعور غاضب حيطلع برا ويردده، أو ساخط أو احتقاري ممكن كمان يمارسه مع أخوته اللي أصغر منه يعني. بالضبط. ولكن لما تحط الشعور الجميل هيدا فأنت كمان يعني عم تظهر من السايكل الدائرة الضيقة للعائلة، وأن كمان تبثه في المجتمع. مظبوط. ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك، اللهم قدرنا يا رب نكون هيك يعني إن شاء آباء. الله. لماذا الأهل برأيك ما بيعملوا هيك؟ هل في سبب معين؟ هل في باتن معين؟ هل في يعني نمط معين إنه الأهالي كأب وأم أحدهما أو كلاهما ما بياخذوا هالطريقة هيدي بشكل أو بآخر؟ انا اعتقد ان احنا عندنا يعني كده اعتقاد في مجتمعاتنا ان انت لو قعدت تمدح في الطفل كتير بتبوظه. وهل اعتقاد خاطئ؟ خاطئ طبعا، يعني لان هو المفروض انك لما بتمدح الطفل بيزود من اللي انت بتمدحه عشانه، فهو ده احنا بنعكسها تماما. يعني الطفل بيعمل حاجة كويسة ما جيبلوش في سيرتها، ما اتكلمش عنها، يجي يغلط غلطة اقول له شفت عملت ايه، يعني مش المفروض تعمل كذا، رغم ان هو ماشي عمل خطأ في اليوم لكن عمل قدامها 10 حاجات كويسة، انت ما علقتش على ولا حاجة من الحاجات الكويسة اعتقادا منك ان هو يا اما ده واجب عليه ان هو يعمل كده فانت مش المفروض تتكلم فيه، نعم او اعتقادا منك انك لو اتكلمت فيه هيبدأ يشوف نفسه بقى ان هو ما بيغلطش، ولو غلط وجيت علقته يقول لا ما انا بيمدحني طول الوقت. لا، الكلام ده مش مظبوط. هو في الحقيقة انت لو ما مدحتوش على الحاجات اللي هو بيعملها ولومته على الاخطاء اللي هو بيعملها هيوصل له طول الوقت ان هي مش فارقه بقى، يعني انا اعمل ليه حاجات حلوه اصلا، ما انا كده كده بتلام في الاخر، بيتنسي لي كل الحلو وبنسى، ولما اغلط غلطه هو ده المحاضره بتبقى عنها. لكن انا لو موصل له طول الوقت ان انا لا ده انا بمدحه على الحاجات الكويسه، حتى يوم ما يعمل حاجه غلط وتقول له انت عارف ان انت بتعمل حاجات كويسه كتير وانا بقول لك عليها لكن السلوك ده محتاج يتغير، ساعتها الرساله هتوصل اوكي ان في بالانس، في توازن بين ان انا بمدحه كتير ولما بيحصل حاجه غلط ساعتها بنقول. وزي ما قلنا كده قصه ان هو المدح السلوك يخلي الولد يعني يمتنع عنه او يبقى خلاص يبوظ بقى او يبقى لا الكلام ده مش صحيح، ده هيخليه يعمل السلوك ده اكتر كمان ويزود منه. جميل، بس يعني برضه ملاقيها صعب يعني انه هلا. اولا انت في نقطه عم تحكي فيها البالانس واللي هو ايه القسط، يعني الواحد يكون عادل مثل ما ذكرنا سابقا بالسؤال بشوي، انه يعطي يكون عادل بانه تخصيص مساحات شخصيه لكل طفل وبعدين يجمعهم كلهم في مساحه مشتركه. يكون العدل هذا مهم جدا حتى ما حدا يحس انه انت عملت لاخي وانت ما عملت لالي، او عملت لاختي وما عملت لالي. جميل، ولكن خلينا نكون صريحين، يعني مثل ما قلت في شعور انه انا اذا زدت المدح يعني حكون خربان بقى، بايظ، ده متعود ياخذ اللي عاوزه وخلاص، يعني ما طب نعمل ايه، ده هيبوظه. هو مش بياخد اللي عاوزه، هو بياخد اللي يستاهله، اللي بياخد اللي هو هذا الفرق. محتاج. هو محتاج يسمع تعليقك الحلو. يعني خلينا نتكلم احنا ككبار، يعني اتكلم عن نفسي مثلا، انا لو في شغلي وعملت شفت حاله وربنا سبب ان انا عالجتها وخفت، مش لما بسمع تعليق من الاب والام ربنا يبارك فيك ده انت ربنا خلاك سبب لان العيان ده يخف، او موظف ربنا يبارك لك ده انت سهلت لي الموضوع ده ما اعرفش كنت عامله ازاي، هو الكلمتين دول مش بيخلوا جوانا احساس بفرحه وسعاده ان انا لما اكبر ان انا لو اتعرضت لنفس الموقف تاني هعمل كده مع اللي هيجي لي بعد كده تاني؟ هي نفس الفكره، ان هو ده احتياج اصيل بيبان في الطفل وبيبان في الكبير. وانت ذكرت انه الاباء لازم يضلوا مستمرين، اباء والامهات مستمرين بالاداء الجديد لحتى الاولاد يتعودوا عليه، بس اللي صاير انه يعني الطفل كل وقت عنده اخطاء، يعني خطا ورا خطا، طب قديش بدك تضلك يعني تمدح في ايه يعني؟ كيف بدي اتصرف بالحاله ها؟ طيب هو فعلا في بعض الاباء بيقولوا كده، بيقول الواد طول النهار بيعمل في مشاكل، امدحه على ايه ده؟ ده يعني مفيش مشكله اللي بيعملها. اعتقد ان احنا محتاجين نراجع نفسنا كاب وام، بيقول كده محتاج يراجع نفسه، مفيش طفل كده، انت اللي محتاج تغير التوقعات بتاعتك من الطفل، انت عندك طفل مش ملاك في البيت.
كل الأطفال بتلعب وبتخطئ وبتعمل حاجات كويسة أحيانا وبتعمل مشاكل أحيانا، ولو عايز تنبح طفل أنت محتاج تدور على حاجات فهتلاقي حاجات. يا سيدي أول حاجة صحيه من النوم، ولما ينزل تقول له أنا مبسوط منك إن أنا لما صحتك صحيت. هتقول لي ما بيصحاش من النوم، بقعد ساعتين عشان أصحي فيه. خلاص بعد ما بينزل بقول له أنا عارف إن الصحيان من النوم صعب عليك، لكن أنت قدرت، برافو عليك إن أنت قدرت وحاولت وأديك صح. بتلكك عشان أمدحه لو الطفل بيعمل أخطاء كتيرة. لو أنا ماشي معاه في الشارع أنا مبسوط منك إن إحنا ماشيين مع بعض دلوقتي وإنك ماشي معايا، أنا حابب كده. أنا مبسوط إنك أخوك عمل حاجة ومرضتش، يعني ما زعلتش منه، استحملته. كل حاجة لو مسكت دقيقة في حياة الطفل هتقدر تطلع له 100 حاجة تعرف تمدحه عليها، لو أنت عايز تدور على حاجات تمدحه عليها. وده اللي إحنا محتاجينه، محتاج إن أنا أدور الحاجات الحلوة الكتيرة أوي للأطفال دي، لأن هو في الآخر يعني نتذكر مقولة إن الطفل ده عبارة عن ورقة بيضة ربنا سبحانه وتعالى إدهالنا، وإحنا اللي بنخطط عليها. لأن هو جاب اللي جابه منين؟ ما هو من اللي إحنا بنعمله معايا طول الوقت. احنا محتاجين نرجع الورقة تبيض تاني عن طريق ان انا ابص بس في اللي فاضل من البياض ده وابدأ امدحه. سبحان الله، والله المثل الأعلى إنه من آتاني مشن آتيته هرولة، فهو إنه قصة تتلكك، يعني ما دام هو عمل مجهود إنه صحى بدري امدحه عليها، ايوه بالظبط. يعني أي شيء بس امدحه عليها، وهو لما بشوف إقبالك عليه إن شاء الله هيبلش يتغير بالظبط. كمان. طب شو بعمل مع الطفل اللي هو أصلاً رافض المدح؟ يعني كل ما تمدحه يعني ريجكت ديسمست إنه آه طيب خلص، منه آخذ حتى المدح بشكل جدي مني، يعني ما عم يوصل له. اعتقد ان في نسبه مش قليله من الولاد بيبان عندهم الموضوع ده، اوكي. واللي تلاحظ ان الولاد اللي بيظهر عليهم سلوك ان هو ما بيتاثرش بالمدح، يبص لك كده اللي هو ماشي وبعدين، يعني دول بيبقى اشهر سببين ليهم. السبب الاول انه ما اتمدحش قبل كده كتير، طول عمره بيتلام اوكي على اللي بيعمله. يعني هتعمل ايه؟ نقطه في بحر. يعني رجعنا للكونسيستنسي، يعني رجعنا بالظبط، للثبات. رجعنا تاني ان انا محتاج اكمل اكمل اكمل. هو لسه محتاج 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 زو، يعني استمر 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 لغايه ما تيجي في نقطه في مستوى معين هتلاقي الضحكه بدات تظهر لما بتمدحه. فده معناه ان اللي انت مدحته بدا يعلى عن كميه اللوم اللي كان بيتلومه طول السنين اللي فاتت. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، الولاد اللي بيشوفوا الاب والام عمره ما بيمدح نفسه اصلا. لما تيجي تمدحه هو يقول لك انت يعني هتشتغلني، يعني مدح ايه اللي انت ده، انت طول النهار طول وانا ما عملتش كذا وكان المفروض اعمل كذا ومش عارف ايه. لا، انت محتاج من جزء التغيير اللي يخلي رساله المدح توصل للطفل ان انا ارجع البيت واقول على فكره اليوم كان صعب النهارده وربنا كرمني وعملت كذا وكذا، صحيح ما عملتش كل حاجه بس انا مبسوط من نفسي واستاهل اشرب كوبايه قهوه ولا كوبايه شاي. بقى تعالى يا اولاد احتفلوا بيا عشان عملت حاجه حلوه. السلوك ده لما بيوصل للطفل ان انا بمدح نفسي، هو يبدأ يتعلمه ان هو كمان يستقبل المدح وان هو يتعلم يمدح نفسه. ودي حاجة من الحاجات اللي احنا قلنا كآباء وامهات هنتغير وهنتربى، فدي من الحاجات اللي احنا عايزين نعملها ان احنا نمدح نفسنا قدام الولاد ونبقى صادقين في المدح ده، لان احنا نستاهل نمدح نفسنا ونستاهل نشوف ان احنا بنعمل حاجات حلوة كتيرة، وما نقعدش نركز في الحاجات السلبيه والحاجات المكئبه والحاجات. لا، بص على بص على النعم، بص على المميزات، بص على التعب اللي انت تعبته وامدح نفسك قدام ولادك، خليهم يتعلموا ان هم دايما يكونوا في الايه، بيبصوا للجانب البطيء. جميل، بصراحه جميل جدا. يعني احنا رجعنا كانه لنقطه اساسيه كمان لما كنا عم نحكي بالهوم ورك، الاب والام بحاجه انه هن ينسقوا عمليه التناغم والتواصل بينهم لحتى يعكسوا صورة متحدة للأطفال، وإذا في شيء عندهم هنا بيناتهم لازم يرجعوا له. فأنت كمان عم ترجع بعد لحتى لورا هيك، إنه الواحد هو نفسه يمدح بالظبط نفسه بالظبط، لحتى يكون اتيتيود عنده، هو يكون عنده شيء ثابت لحتى كمان يعطيه للآخر، فلا يدعي. لأنه أنت عم تقول كمان بالظبط الطفل إذا ادعيت هو بيقدر يشوفك إذا أنت عم تمثل عليه. أكيد 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 جميل أكيد. طيب معلش معلش، أنت ذكرتني بحاجة مهمة جدا يعني حضرتك قلتها، شغل إن إحنا بنشتغل كأب وأم مع فريق. إحنا اتكلمنا عن مدح النفس، ما ننساش نمدح باقي عضو الفريق الآخر. نعم، قدام الولاد لازم لازم أجي أقول شايفين يا ولاد ماما تعبت إزاي، وقفت النهاردة طول اليوم في المطبخ وهي تعبانة عشان تعمل لنا أكل ونتغدى مع بعض ونبقى مبسوطين، ربنا يبارك فيك يا ماما ويحرمناش منك ويخليكي لينا. ده في جزء فالولاد يوصل لهم ده، وفي مره تاني الام شايفين بابا تعبان طول اليوم وبيشتغل عشان يجيب لنا الحاجات دي ورغم كده راجع وعايز يقعد معانا، احنا بنحبك قوي ربنا يخليك لينا يا بابا. ده لازم يوصل ويكون احساس صادق، لان هو احنا في الاخر اسره. ومن اجمل ما قيل في العلاقات الزوجيه
ان انت لو عايز يوصلك كل حقك من النص التاني اعمل اللي عليك وركز فيه. لو كل واحد انشغل بس بازاي يبسط التاني، ازاي اديله حقه، خلاص كل واحد هيوصل له حقه وزيادة. فده كمان لما يكون في نطاق ان اولاد شايفين ان هو ده نوعية التعامل بيننا قدامهم ومع بعض ومع نفسهم، ده بيوصل رسالة وبيطلع الولاد دول على حب الآخر، مدح للآخر، احترام مجهودات الآخر واحترام النفس وحب النفس، وان انا شايف ان انا استاهل ان انا اعيش واستاهل ان انا استمتع بالحياة. الله يبارك فيك، هذه النقطة والله مهمة بالإحسان. يعني أنت اللي عم تقوله أدي واجبك وحقك حيوصلك. بالضبط. ما تنشغل بمطالبة الناس بحقك، انشغل بمطالبة نفسك بحقوق غيرك عليك، وبإذن الله إن شاء الله حيجيك حقك الناس. علما هذه نقطة تانية، هذا موضوع لحاله ربما، ولكن أنا بصراحة في عندي بعد سؤال، كيف فينا نخلي المديح فعال؟ السؤال ده مهم قوي ومحتاجين الناس تركز. هما يعني في حاجات معينة إذا استخدمتها في طريقة مدح الطفل بتجيب نتيجة أعلى بكتير، لأن أحيانا المدح بيتعمل ومفيش أي تأثير، يبقى في مشكلة. طيب إيه الطريقة اللي أنا أعمل بيها، إيه الحاجات اللي حافظ عليها في الطريقة اللي همدح بيها الطفل عشان تجيب نتيجة؟ أول حاجة إن أنا أكون صادق زي ما قلنا من جوه، إن أنا أكون مبسوط من الطفل وعايز أمدحه، تمام؟ فمحتاج استحضار الشعور ده. الحاجة التانية إن هو أنت محتاج أوضح بالظبط للطفل أنا بمدحه على إيه. دي النقطة التانية. بمعنى إيه؟ بمعنى تخيل مثلا على سبيل المثال إن الولد جه وقعد وأكل خلاص وخلص أكله وراح شايل الطبق بتاعه ومشي وقايم ماشي، فأنت قلت له الله يبارك فيك أنا مبسوط منك خالص على فكرة، بس كده. هو الولد مش عارف أصلا هو أنت مبسوط منه عشان كل وخلص أكله، ولا عشان كل من غير ما يعمل صوت، ولا عشان قام بعد ما كل، ولا عشان شال طبقه. فده مهم جدا ان انا لما اوضح للطفل ان انا اقول له انا مبسوط منك جدا، اقول له انا مبسوط منك ليه؟ في الموقف ده مثلا انا مبسوط منه لان هو خلص اكله مثلا، فاقول له انا مبسوط منك جدا دلوقتي لانك خلصت اكلك زي ما اتفقنا وشلت طبقك. فهو عارف الولد ان هو بيتمدح، يبقى المدح سببه يكون موضح في الجملة اللي انا هقولها. الحاجة الثالثة ان هو المدح محتاج يكون يعني في الوقت نفسه، يعني على طول. بمعنى ايه؟ بمعنى لو طفل عمل سلوك معين مثلا ادى لاخوه الكوره يلعب بيها رغم ان هو كان عايز يلعب، ما ينفعش ان انا اجي له بعد 3 ايام واقول له على فكره فاكر من 3 ايام لما كنت بتلعب انت واخوك انا اتبسطت انك عملت، لا ده ليه؟ ان ده ما بيديش تاثير. اللي بيدي تاثير في وقته على طول، هو عمل ما تستناش، اديها له على طول، قول له انا مبسوط منك جدا دلوقتي، ربنا يبارك فيك، برافو عليك، انت ايه الجمال ده، ده انت كان نفسك تلعب الكوره واخوك عايزها فاديتها له. ده اللي بيدي تأثير، لأن هو بيربط الكلام بالحدث بالشكل بالصوت كله بيرتبط ببعض. دي الحاجة النقطة التالتة. النقطة الرابعة إن أنا لما بقول الكلام يبقى في نوع من الحماس، في نوع من يعني كده إيه، متحمس وأنت بتقول. يعني إحنا ممكن الواحد يقول إيه ربنا يبارك فيك كويس كويس شاطر إنك عملت كده، يعني هو مش محتاج الكلمتين دول، يعني أنت بتقولهم وأنت أنا بقولهم يعني وأنا قرفان كده ومش عايز أقولهم أصلا وبتاع. لا، خلي فيه روح، خلي فيه حياة، خلي صوتك عالي، خليك متفاعل، ربنا يبارك فيك، ايه الجمال ده، يعني جميل جميل، يا رب دايما كده تعمل الحاجات الحلوة دي على طول، انا مبسوط قوي ان انت عملت كده النهاردة، بص عملت ايه. في روح في الموضوع يخلي الواد نفسه يسمع الكلام بالشكل ده. النقطة الخامسة ان ما ينفعش ان انا امدح طفل وبعدين اقول كلمة بس. يعني انا اروح عند مثلا المكتب بتاع الولد اللي بيذاكر عليه، الترابيزه اللي بيذاكر عليها، وكان متعود ان الدنيا تبقى زباله يعني، فدخلت في يوم لقيته منظف الدنيا ومفيش حاجه على الترابيزه وبس كتابه اللي بيذاكر فيه، فاقول له ربنا يبارك فيك منظف الترابيزه جميل، ده كده ممتاز 100 100، عايزين كل يوم من ده، تمام؟ اعمل ايه انا بقى؟ بس لو كل يوم بقى والقرف اللي بيبقى محطوط في الاوضه كمان يتشال والبتاع اللي جوه دي تدخل تشيلها، يبقى انا عملت المدح بان انا اتبعته بلوم على حاجه معينه او بمحاضره عن ان انت بس لو كمان تحافظ على ان لبسك يبقى نظيف، شكلك نظيف، لو شعرك ده تنظفه كده بدل المنظر اللي انت عامل بيه كده، المدح زيرو، هو وصله رصيد صفر، ما خدش اي حاجه من اللي انت قوله، هو خد بس رساله انك بتلومه على حاجه تانية هو بيعملها. دي نقطه اساسيه جدا، موضوع ان انا ما اتبعش ده. الحاجه التانية اللي بعد كده، في حاجه اسمها مدح مضاعف، يعني يجيب تأثير ضعف كده. لو تخيلنا ان المدح الواحد كده بيدي للطفل مثلا 10 نقط لفوق،
انت في حاجة معينة لو عملتها بتدي تأثير 20. ازاي بقى الكلام ده؟ ان المدح يكون ملازم ليه، بدل ما هو كلام يبقى كمان تلامس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ابني عمل حاجة حلوة قوي واقول له ربنا يبارك فيك انا مبسوط جدا، لا لازم احضنك. انا عارف ان في اولاد ما بتحبش الحضن وكده، لكن لا هحضنك، انا نفسي فعلا احضنك دلوقتي، انا مبسوط قوي باللي انت عملته، انت عملت حاجة انت متخيلش انا مبسوط ازاي. او ان انا حتى امسك ايده كده جامد، او ان انا مجرد احساس، انت زودت اداة تواصل جديدة، لمس الطفل اللي هو احتياج عنده انك تحضنه. ياما في اباء ما بتحضنش اولادها، واحنا انا عارف ان احنا كمجتمع عربي شوية ده لا ده احتياج اصيل، وكل طفل بيحتاج ان ابوه يحضنه، ابوه يبوسه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كده مع احفاده، وكان بيعمل كده مع بنته، وده سلوك عظيم بينتج عنه. فالكلام يرتبط بفعل، ده بيجيب على طول ضعف النتيجة. واخيرا ان هو ايه، ان احنا ان المدح يكون على قدر العمل. بمعنى ايه؟ يعني ما تخليهاش مصطنع، يعني مش طفل مثلا شال الكوبايه ربنا يبارك فيك ده انت عملت حاجه كبيره، انت شلت الكوبايه من على الترابيزه، يعني الموضوع مش متناسب قوي مع اللي هو عمله يعني. فيبقى في درجات للمدح حسب العمل، وده بيوصل للطفل ان حتى جوه المدح نفسه في درجات يعني حسب قوه العمل. فدي الحاجات الاساسيه اللي اتبعناها، لو عملناها بالشكل ده بتخلي المدح يجيب اعظم نتيجه ممكن. شخصيا مستمتع جدا وعم بتعلم ده وعم اكيد بلاحظ كأنه سبحان الله يعني الصنعة الإلهية البني آدم، يعني في مبادئ كتير أنت عم تذكروها هي تقريبا نفس المبادئ اللي احنا بنحكي فيها مثلا بالمارج كونسلتنسي، يعني انه يا جماعة تعاملوا مع بعض بالشكل هيدا، تعطيهم حقهم، انشغل بنفسك قبل ما انت تطالب غيرك، المدح تهاد وتحابوا، يعني مبادئ لو استخدمناها مع الادلتس هن بيغيروا. فنحن عم نحكي حتى من البدايه يعني تاصلنا على هالشكل هيدا، مظبوط سبحان الله، يعني كانه مش كاتن واحده. صحيح الله يبارك صحيح فيك. نحن وصلنا تقريبا لاخر الحلقه، وهلا بدنا ناخذ منك الهوم ورك، شو بدنا ناخذ نحن الواجب تمام. لحتى ان شاء الله نعود به في الحلقه القادمه ان شاء الله. طيب احنا الواجب المرة دي قبل ما نتفرج على الحلقة الجاية ان احنا نقعد الأيام الجاية نمارس مدح الأطفال، تمام، بطريقة صح زي ما اتفقنا، ان انت تكون متحمس وانت بتقوله، تكون مصدق ان الطفل محتاج ان هو يتمدح وان هو يستاهل يتمدح، انك تقوله لو قدرت تتبعه لازم تبين السبب اللي انت بتمدحه عليه وتعملها في وقتها بالظبط، وانك لو قدرت تتبعه بحضن او لمسة او حاجة يبقى جميل، وان احنا نمدح نفسنا قدام ولادنا، وان احنا نمدح زوجاتنا وازواجنا قدام بعض، ونمارس ده لمدة كام يوم، مع ما ننساش ابدا ان احنا اللي بنقوله في كل حلقة متصل باللي قلنا قبل كده، يعني ده ما يوقفناش ان احنا نستمر في الكلام والاستماع واللعب مع الولاد، كل ده شغال مع بعضه. فاحنا هنمارس الجديد مع الاستمرارية في الممارسة اللي اتكلمنا عنه، ونشوف نبدأ نتكلم مع بعض. يعني احنا في الكورس عادة بنقول تعالوا احكوا، لا كل واحد يحكي مع مراته او كل واحدة تحكي مع جوزها بعد 3 ايام ولا 4 ايام من ممارسة الموضوع ده بشكل، اقعدوا مع بعض قاعدة قولوا هنتفق، اتفقوا على ميعاد، احنا هنقعد مع بعض يوم كذا الساعة كذا، حددوا ميعاد وهنقعد نتكلم احنا عملناه بأي شكل وده فرق في ايه في سلوك الولاد، وكل واحد يقول للتاني تعليقه على اللحظة. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير لحسن المتابعة. كما قال الدكتور محمد بهجات، ركزوا على المديح، كونوا عادلين، أعطوا لكل طفل مساحته الشخصية لإله لحتى ياخذ الاهتمام منكم، كونوا عادلين معه، كونوا ثابتين في الأداء الجديد لحتى إن شاء الله بعد فترة يحصل النتيجة، يعني اعتبروها كأنه بذرة وبدها وقت لحتى تؤتي ثمارها، بدها سقاية ورعاية حتى تنبت هذه البذرة وتصير إن شاء الله شجرة وتعطيكم النتيجة التي أنتم ترغبونها. حتى ذلك الحين دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاركوني الأجر على اليوتيوب، اضغط على سبسكرايب، اضغط على الجرس، سجل إعجابك، شاركنا بتعليقك وشارك بمنشوراتك، وخلوا الخير إن شاء الله يعم على الجميع. جزاكم الله خير.